انظر إلى هناك، ها هي مباني تو لو أكثر تمثيلا في جميع نانجين وفي كل أنحاء فوجين، وأطلق عليها المحليون باسم لطيف جدا ستاي تانغ، يعني أربعة أطباق وحساء واحد. يبدو من شكله أن الاسم مناسب جدا، أليس كذلك؟ تأتي فكرة بناء فوجين تو لو لتوفير دفعات قوية لمواجهة الأعداء، وتنتشر معظمها في أحضان الجبال والأودية بمقاطعة فوجين جنوب شرق الصين. يعيش فيها الأهالي بشكل جماعي كبارا وصغارا من الأسرة الكبيرة أو من نفس الأقلية القومية. وتضم تو لو 3 إلى 5 طوابق، يتم استخدام الطابقين السفلى والثاني كمطابخ ومخازن. أما الطوابق العليا فهي للنوم، ولا توجد نوافذ إلا في الطابق العلوي من أجل الدفاع ومواجهة العدو. بدأ بناء تو لو قبل حوالي 1000 سنة وبنيت من التراب والخشب، ووصف أحد المهندسين المعماريين تو لو بأنها الجسم الغامض الذي سقط من السماء والفتر الذي ترعرع على الأرض.